الله وشفت في لقاءات حصريه مع لاعبين اوروبيين مثل سامويل ايتو في منتدى برشلونه العربي وغيرها. عموما خل نلقي ضوء على هؤلاء المنتديات او هذه المنتديات بالفعل القائمين عليها يشكرون كل الشكر. نشوفه ونرجع مره ثانيه. عشق كرة القدم ليس له حدود، والفرق الكبيرة المتيمون بها كثر. المشاهد العربي عندما يريد أن يعبر عن حبه لهذه الفرق أنشأ العديد من المنتديات للفرق الأوروبية الكبيرة، ولم يتوقف عند ذلك بل ذهب إلى أبعد الحدود. عندما يتجمع آلاف المحبين والمشجعين عبر الشبكة العنكبوتية فيبدأ إبداع الكلام وحديث الصور وروعة الإخراج في لقطات اللاعبين العالميين الحصرية. ميلان وإنتر ميلان العربي، برشلونة العربي، روما فوريفر، شبكة ريال مدريد العربية، ومنتديات الشياطين الحمر المان يونايتد وغيرها حصدت النجاح منذ انطلاقها. الجميل فيها حصرية الأخبار واللقاءات مع نجوم العالم، وبالفعل اقترب البعيد وتم اختصار الزمن وأصبح عاشق النجوم يجدهم من خلال هذه المنتديات. بطاقة هذا الأسبوع للاعب ألكسندر باتو الذي ولد في الثاني من سبتمبر عام 1989 في مدينة باتو برانكي البرازيلية. طول اللاعب متر و79 سنتيمترا. باتو هو مهاجم في نادي اي سي ميلان الإيطالي الذي انضم إليه منذ عام 2007 ويحمل تيشيرت رقم 7. التي لعب لديها سابقا فقد لعب لنادي انترناسيونال منذ عام 2000 وحتى عام 2007. أما مع المنتخب الإيطالي فقد لعب معه 13 مباراة مسجلا 8 أهداف. الإنجازات التي حققها باتو: الدوري البرازيلي للشباب عام 2006، بطولة العالم للأندية في اليابان عام 2006، السوبر الجنوب أمريكي عام 2007، وأخيرا كأس أمريكا الجنوبية للشباب تحت 20 سنة عام 2007. إذن رجعنا لكم بعد ما شفنا طبعا البروفايل عن اللاعب باتو. طبعا هاي احد النجوم المميزين حاليا في الميلان، كل جماهير الميلان يحبونه خصوصا انه لاعب صغير في السن واكيد عنده الكثير وكثير. يعني ميلان افتقدوا لمهاجم يسجل الفتره الاخيره، جلارديني مش مستواه، انزاجي ما يطلع له في البطولات الكبيره يعني وتعور رونالدو فطلع باتو. صحيح، سموه البطه الذهبيه على ما اعتقد. باتو البطه الذهبيه، البطه الذهبيه اللي يعني البطل اللي تبيض ذهب يعني بطل تبيض ذهب. على العموم يعني خالد انت تكلمت عن المنتديات، موضوعنا منتديات كبيره بالفعل لفرق كبيره. نشوف الاهتمام من المشاهد العربي لهذه المنتديات، تقدم اخبار حصريه، لقاءات، في مراسلين موجودين ايضا عندهم في اوروبا يروحون يزورون اللاعبين. بالفعل شيء حلو، وخاصه احنا عندنا اتصال من مدير او المشرف العام لمنتدى شبكة ميلان العربي الأخ عبد الله من المملكة العربية السعودية. عبد الله كيف حالك؟ طيب إن شاء الله. خير الحمد لله. عبد الله طالعت معنا أو شفت معنا التقرير أو البروفايل أو المعلومات البسيطة عن المنتديات الأوروبية الكبيرة، أنتوا أحدها طبعا شبكة ميلان العربي. شلون بدأت الفكرة؟ كيف تفاعل الأعضاء معاكم؟ شو تقيم منتداكم؟ تقريبا الفكره بدات في شهر 4 من عام 2002.
وكان الافتتاح الرسمي للنادي في تاريخ 18 من الشهر نفسه. والحمد لله الان داخلين في السنه الثالثه. الحمد لله المنتديات يعتبرهم من المنتديات الرائده فيما يتعلق بالانديه الاوروبيه. ومن ناحيه التفاعل ولله الحمد ان تفاعل كبير يعني تقريبا عندنا الان اكثر من 3 مليون و 400 الف مشاركه. ما شاء الله. وعندنا تقريبا اكثر من 147 الف موضوع. بشكل كله خلال 6 سنوات. عبد الله شكلك مريض. لا والله بس عندنا الجو اليوم غبار اها حساسيه شايف والله. زين عبد الله عملتوا هل عملتوا لقاء مع اي لاعب مثلا اوروبي او او او, أو لاعب من ميلان؟ حتى الان لا. اها يعني تقصد لقاء رسمي؟ لا طبعا. ما عملتوا؟ لا. اوكي. الاخبار اللي تجيبونها للمنتدى تعتمدون عليها من وين؟ والله مصادرنا في المنتدى تقريبا طبعا المصدر الاول الموقع الرسمي للنادي. وبعد ذلك الصحف الايطاليه سواء الجازيتا والكوريريا والدوت سبورت. ثم بعد ذلك موقع تشانل 4 المعروف بفوتبول ايطاليا. بعد ذلك المواقع الاخرى مثل كاتشي ميتاتو وموقع جول والى اخره. عموما عبد الله شكرا لتواجدك معنا، شكرا لتلبيتك الدعوه، وشكرا ايضا للجهد اللي تقومون فيه في منتدى شبكه ميلان العربي. عبد الله يعتمدون في اخبارهم على الصحف الايطاليه، على موقع من المواقع، يعني محتاج جهد اكبر من المنتديات اللي انت تتكلم عن مش نادي عربي. صحيح. تقدر تاخذ الاخبار بسهوله. يعني شوف خالد، احنا من الحلقات اللي فاتت ايضا كانت في مطالبات ان ندخل على هذه المواقع اللي فيها عدد كبير من الاعضاء، احنا اعتقد من هالفقره هذه لبينا رغبتهم. عبد الله بس انا كنت بقول حق عبد الله شغله، هو حتى الان ما سووا اي لقاء مع لاعب اوروبي رسمي، لكن عبد الله ان شاء الله في المرات الجايه انا ان شاء الله نحاول كاسره برنامج نجهز لكم مفاجاه مع النجم اللي شفتوه باتو، وان شاء الله راح نكلمكم ان تجيبون لنا الاسئله من المنتدى ونسوي لكم لقاء رسمي مع البرازيلي باتو. نعم.